سنوجز لكم مفهوم غريزة الجوع ب 120 ثانية. تعرف الغريزة بأنها التصرف الفطري للكائنات الحية تجاه سلوك أو نمط معين من السلوكيات مميزة للأنواع، وهي غالباً ما تكون ردود فعل على محفزات معينة سببها المنبهات الخارجية التي تؤثر فينا. بعض التعريف زعمت أنه لكي يكون السلوك غريزياً يجب أن يكون تلقائياً ولا يمكن مقاومته، وتسببه المحفزات البيئية، ويحدث عند جميع أفراد النوع، وهو غير قابل للتعديل ولا يحتاج إلى تدريب. يتم تحديد العديد من هذه الاستجابات بواسطة رسائل كيميائية منظمة بعناية تسمى الهرمونات، ويتم التحكم في هذا النظام العصبي بواسطة الوطاء حتى الغدة النخامية الأمامية والخلفية. المختصون يصنفون الجوع على أنه غريزة في جسم الإنسان، ويحدث نتيجة استجابة الجسم الفسيولوجية لحاجته إلى الطعام من أجل الحصول على الطاقة التي يحتاجها للقيام بوظائف. الجوع لا يرتبط مع الدوافع أو المحفزات العاطفية أو التوتر أو القلق، ولا يحدث فجأة، كما أنه لا يقتصر تجاه أطعمة معينة ولا يمكن التحكم به، فهو غريزة طبيعية يشعر الشخص بها. بعض الدراسات تشير إلى ضرورة التمييز بين الشعور بالجوع من أجل الحصول على الطعام والمحافظة على مستوى طبيعي للطاقة، وبين الشعور بالجوع من أجل الاستمتاع بالأكل. هناك هرمونان رئيسيان للتحكم بالشهية وتنظيم عمليتي الجوع والشبع، هما هرمون الجرلين، وهو الفاتح للشهية والمسبب للجوع، وأيضاً هرمون الليبتين، وهو الهرمون المثبط للجوع والشهية. بطبيعة الحال نستضيف معنا في هذا الصباح الشيف حسان، اختصاصي التغذية، للحديث أكثر عن متلازمة الأكل الليلي. صباح الخير. صباح الورد لك عريج ولكل المشاهدين. أهلا فيك. طيب نبدأ، أنه ما هي هذه المتلازمة ومتى تكون بالتحديد؟ أوكي. هلا متلازمة الأكل الليلي أو النايت إيتينج سيندروم هي اضطراب في الأكل، تمام، بتميز بتغيير النمط الغذائي، بصير عندنا تناول الأكل بالفترة المسائية بتختلف، بصير ليلا، خلينا نحكي بعد آخر وجبة، بعد وجبة العشاء إلى الفجر تقريبا، هذا الشيء اللي بيميز هذا المتلازمة وهذا الاضطراب اللي موجود عند بعض الأشخاص. طيب شو أعراض متلازمة الأكل الليلي؟ وهي إلى حد ما يمكن تشبه الصيام. يعني خلينا نحكي، هي بأريج بشكل مختصر هي من أعراضها فرط الشهية خاصة بفترة الليل، يعني بكون الأشخاص ما أنا عندي فرط شهية على مستوى اليوم ولكن بالليل بتركز، ولا أنا طول النهار أنا ما عندي، يعني ما بتناول الطعام وبختصره فقط في وقت الليل؟ لا، تحديدا هاي المتلازمة فرط الشهية بكون أكثر بالليل، يعني عم نحكي تقريبا أكثر من 25% من استهلاكك اليومي للسعرات بكون فترة ما بعد آخر وجبة، وهاي الأشخاص بيعانوا من إنه ما في شهية الصبح، يعني بتلاقي مش عم بيفطر، مش عم بتناول وجبات لبعد ساعات طويلة من يومه. فهي من أهم الأعراض، فرط الشهية ليلا، الاستيقاظ من النوم مرات مرتين ثلاث بعض الأشخاص ظنا منه أنه حيروح يتناول الطعام حتى يعرف ينام، أيضا موضوع مزاج متعكر وصعوبة في النوم، يعني اضطرابات في النوم، هاي من أهم الأعراض. طيب شو الأسباب الرئيسية لهي المتلازمة؟ هلا في من أسبابها مثلا ممكن يكون السبب الجيني أو الوراثي، تمام، عامل وراثي هذا السبب، وممكن يكون عندنا برضو من الآباء، يعني عامل وراثي. أيضا موضوع اضطرابات بعض الهرمونات، يعني زي ما تفضلتوا في الشرح، خاصة هرمونين الجوع والشبع الجرين والليبتين، بصير في عندنا اضطراب فيهم، فبصير يعملوا وكأنه عكس بعض، فبالتالي بسبب فترة النوم والأكل أنت عم بتغير رتم كامل. أيضا موضوع الاكتئاب، أغلب أو غالبية الأشخاص اللي بيعانوا من هاي المتلازمة وجدوا أنهم بيعانوا من حالة نفسية مرات سيئة، وغالبا بيعانوا من الاكتئاب حسب الدراسات. يس. هلا بالعادة يعني مريض الاكتئاب مثل ما بنشوف أنه هو بينقطع عن الأكل، بينقطع عن العالم، بينقطع عن حتى عن يعني تواصله مع الأكل، فكيف ممكن يكون متلازمة الأكل الليلي هي واحدة من أسبابها الاكتئاب؟ هلا مش الكل، هلا في جزء بالناس وهم أقل، إنه اللي بيعانوا من الاكتئاب بيمتنعوا عن الطعام، لا، في جزء ثاني هو عم بيتجه للطعام،
او مرات بكميه اكبر ظنا منه انه هو هيك عم بيعاقب نفسه. ليه؟ لانه صراحه تناول الطعام وخاصه نوعيه الطعام والكميه بتلعب بموضوع الهرمونات وحتى بافراز هرمونات السعاده، فهو تلقائيا بكون بحاجه لهذا الشيء حتى يغير هذا الشعور. فغالبا اللي بيعانوا من هاي المشاكل النفسيه تحديدا لا بيتجهوا للطعام وخاصه بالليل. واذا بنلاحظ دائما انه اللي بيتناولوا اكل بالليل نادر ما تلاقي حدا عم بياكل اكل هيلثي، كله عم بروح لاكل معين بكميات كبيره من السكر كاكل جاهز. ليه؟ لانه الهرمونات اللي حكينا عنها بصير فيها اضطرابات، بصير عم تعمل عكس الشيء لازم تعمل فيه. طيب لاي مدى نظام الحياه اللي عم بنعيشه بياثر بتعرضنا لمتلازمه الاكل الليلي؟ اوكي، هلا صراحه بياثر بشكل كبير. ليه؟ لانه زي ما احنا بنشوف هلا الكل صار في سهر بشكل كبير، ضغوطات العمل، ضغوطات الحياه، طبيعه وسهوله الحصول على الطعام الجاهز عن طريق اي تطبيق صار عن طريق الموبايل، فبالتالي صار الكل بيتناول كميه اكبر وبنوعيه مختلفه، فرتم الحياه كله عم بيتغير. فصار الكل عم بيتجه انه في فتره الليل خاصه تحديدا فتره الليل نلاحظ اغلب صار عم بيأجل وجباته، يعني نادر ما تلاقي هلا شخص بيحكي لك انا بصحى الصبح وعم بفطر. الكل بيحكي لك انا اول وجبه بتناولها بعد 5-7 ساعات مرات، احنا بنشوف من خلال مراجعينا بالعياده بيحكي لك بعد 7 ساعات من يومي تبلش اول وجبه. طب هذا مش مرتبط كثير يعني بمساله نظام الحياه وكيف عم بيمشي يومنا؟ اغلب الناس تشتغل وهلا يعني صار عندنا موضوع انه نحن بدنا نصحى ابكر من صح. من ما الوقت اللي كان المفترض نصحى فيه قبل مثلا 5 سنين. صح، هلا اوكي مرتبط، ولكن الامانه رتم الحياه اريج احنا نتحكم فيه. يعني بالعكس اليوم لما يجي عندنا حدا يحكي لي انا مرتبط بدوام احنا بننبسط، فهذا يعني انت عم تصحى صبح بكير، فبالتالي بالعكس انت لازم تجيب وجباتك كلها منتظمه. احنا بنعاني مع اللي بيكون مرات ما عنده عمل فبحكي لك انا صعب اصحى الصبح فبالتالي انا بسهر بالليل، فبعاني وانا ممكن تكون اول وجبه عندي الساعه 12 الساعه 1. فبالعكس هاي هي المشكله، ورتم الحياه صراحه احنا بنرسم اريج، ولكن الفكره فكره التعود. احنا لما نتعود على رتم معين والدليل انه بظروف ما احنا لا بنكون قادرين نغير كل السيستم، مثلا زي رمضان يعني، فاحنا اللي بنتحكم برتم الحياه، ولكن الفكره نمشي على عادات معينه لفتره معينه حتى فعلا يصير عندنا نظام حياه مختلف. مش بس رمضان، في ناس يمكن بيرتاحوا على اليوم كيف بيمشي برمضان بمساله صح. الاكل انه احنا فتره طويله ما بناكل وبنقتصر الاكل على فتره صح. معينه. طيب مثلا الشتاء بالشتاء بيحلى الأكل في الليل طبعا، في أوقات معينة من السنة بيعززها موضوع أنه الجو الكوزي وجو الجمعة والأكل صحيح. في البيت وقت الليل تحديدا. شوفي هلا دائما بحكي في موضوع الأجواء، الأجواء العائلية، وفعلا أنا سألت هلا برا 5 أسئلة عن موضوع الشتاء. لازم نهتم بموضوع البيئة اللي حولنا، يعني كيف نعرف شو نختار. دائما بحكي أنه أوكي مش أنت مش صح تمنع حالك، لا كل اوكي، ولكن نوعيات اريج. يعني في فرق بين انا اكل شغلات ممكن تحسسني من الشبع، او ممكن اتناول شغلات تخليني بعد 4-5-6 ساعات اكل الشيء او السناك اللي وراه، بين ما اكل شيء مثلا عالي بالسكريات بعد ساعه انا ححس فجاه المستوى عندي نزل وبدي اكل كمان. فهي لازم نكون منتبهين صراحه لموضوع البيئه اللي حوالينا وشو اللي نختاره. يعني الفكره مش انك تمنع حالك من الاكل بقدر ما انك انت تختار النوعيه اللي عم تاكلها. هاي الفكرة. احنا للأسف خضروات فواكه بروتينات مثلا احنا بنروح لنوعية ايش كربوهيدرات سكريات عالية، هاي سرعان ما انت تحسي اوكي انه لا اوكي بدي كمان بعد شوي، فبتلاقي حالك باخر اليوم انه انت فعلا عم تتناولي، اذا كنت عم تتناولي وجبتين ثلاث عم تتناولي 6-7-8 وانت مش حاسه لانه فعلا جسمك عم يطلب. هاي الفكرة. في ناس منهم بموضوع البرد شوي دائما بيخطر بباله الاكل، فبنحكي لهم يا جماعه عشان يعطينا طاقه، عشان يعطينا طاقه احنا ممكن ناخذ الطاقه، ولكن الفكره احنا رابطين الطاقه بموضوع انه بس لازم يكون شيء سكريات. خذ الطاقه ولكن مصادر ثانيه تكون تحافظ على مستوى الجلايسيميك اندكس عندك، ما يطلع مره واحده وينزل، لا يضل محافظين على مستوى واحد مستوى ثابت يعني. طيب لاي مدى اليوم في ارتباط بين السمنه ومتلازمه الاكل الليلي، ومين اللي بيشعر فيها اكثر، الشخص اللي بيعاني من السمنه ولا الشخص العادي؟ اوكي، هلا هي بشكل عام ارتباط كبير، لانه طبيعي لما نحكي احنا حدا بيعاني من السمنه هو اوريدي عنده في مشاكل معينه، ولكن خصيصا اللي بيعانوا من السمنه فهذا بيعني معناته ممكن يكون عندي فرط شهيه انا في الصباح وفي المساء. بس غالبيه الناس اللي بيعانوا من السمنه بكون اذا بنلاحظ حتى مرات 50% من سعراته الحراريه اللي عم يستهلكها هي بتكون فتره الليل بسبب السهر، بسبب انه هو اصلا بيكون عنده بيعاني من اضطرابات بالنوم، بسبب ايضا كمان انه بحكي لك موضوع الاكل. دائما هدول الاشخاص غالبيتهم عم بفضلوا يتناولوا الاكل لوحدهم اريج حتى ما يحسوا انه مثلا انه في حدا عم بيراقب فيهم او انه حتى في عليهم كنترول حتى من موضوع الاهل. فغالبا بتلاقي حتى موضوع اكلهم في عندهم زي عزله وتقوقع على ذاتهم. فيس
هم بيكونوا اكثر كمان، ولكن مش مرتبطه بس موضوع السمنه. برجع بحكي لك موضوع العامل النفسي، في ناس جدا ما عندهم سمنه ولكن العامل النفسي بقودهم لهي متلازم بشكل كبير جدا جدا. جميل. طيب بعيدا عن كل هاي العوامل، انا كشخص كيف بدي اميز اذا عندي متلازمه الاكل الليلي ام لا؟ جميل. كيف بدي اشخص نفسي؟ جميل. وشو لازم اعمل؟ جميل. لكل حدا بيسمعنا عشان يعرف، مجرد ما انت شفت في عرضين رئيسيات عندك، مجرد ما انت حسيت انه انت في عندك افراط بالشهية، بحكي بعد آخر وجبة، بعد وجبة العشاء، تمام؟ مجرد ما أنت حسيت في عندك اضطرابات بالنوم، أنا عم بحكي اضطرابات في النوم أريج، يعني عم بحكي عن أقل شيء من 2 لـ 3 بالأسبوع، أو أنت عم تصحى من نومك 2 لـ 3 عم بتروح تأكل حتى تعرف تنام، مجرد ما هدول العرضين موجودين، أوكي أنت هون شك إنه عندك متلازمة أكل الليل. حتى اللي بنام بوقت متأخر؟ يس، الفكرة مربوطين مع بعض. هي الفكرة من فكرة النوم، إنه أنا أصحى من النوم عشان آكل، مش أنا صاحي عشان أضلني بالضبط. شكرا. آكل وبعدين أروح أنام. لا، هم بيصحوا من النوم مباشرة، بيروح بتناول كمية أكل، تمام، بهضمها ليه؟ عشان يعرف ينام. يعني هو في حاجة ملحة إنه يصحى من النوم مشان يروح يتناول كمية من الطعام. بدي أتشكر وجودك معنا الشيف حسان الاختصاصي التغذوي، كنت معنا في هذا الصباح. عفو. شكرا لك.